السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. عايز أقف عند هاني حتحوت. هاني حتحوت من وقت ما رجع، أو يعني هو كان زملكاوي وبيحاول يكون مهني وحيادي، لكن من بعد ما رجع من فترة الإيقاف ال 15 يوم اللي نقابة الإعلاميين عاقبته بسبب إنه رد على مرتضى منصور، بقى رجع للأسف واخد اتجاه واحد وهو الهجوم على النادي الأهلي، سواء من خلال قبل مباراة السوبر اللي فاتت اتكلم عن الكابتن محمود الخطيب وقال جماهير النادي ليلة المباراة جماهير النادي الأهلي غاضبة من مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب عدم توفير الصفقات، وتاني يوم ربنا كرمنا وكسبنا الزمالك في السوبر ببرونو سافيو، مرورا بقى بالمداخلة اللي عملها مع رئيس نادي الرجاء المغربي اللي بيقول لي حق ان انا العب بدلا من الاهلي، واللائحه بتاعت كاس العالم للانديه واللي بتنظم المشاركات بتقول ان ما ينفعش مشاركه ناديين من بلد واحد الا اذا كان هو البطل والوصيف، يعني ده الحاله الوحيده، لكن في حاله مشاركه البطل لو هينظم البطوله عنده على ارضه بطل دوري الابطال فالوصيف هو اللي هيبقى الثاني. ومع ذلك عمل مداخله وطلع والدنيا بحالك، قالت مستحيل تشوف في المغرب حد بيستضيف مثلا النادي الاهلي اتظلم في نهائي دوري ابطال افريقيا، ده هنا النادي الاهلي ما بيسمعوش لحد، ده هنا النادي الاهلي بيهاجموا النادي الاهلي يقول لك مش من حقك والمغرب حقه وهو اللي تقدم المغرب ما خدوش حد من الاهلي يسمعه طرف، لكن احنا بنجيب الاطراف المنافسه للنادي الاهلي عشان نسمع صوتها. هذا هو هاني حتحوت يقول لك بعمل بمهني. النهارده شفنا ما قبل مباراة النادي الاهلي والزمالك كلنا امس، يعني قبل مباراة النادي الاهلي والزمالك ما تبدا شفنا كلنا موقف شيكابالا. شيكابالا بيستفز جمهور النادي الاهلي، في حد زملكاوي قبل الاهلاوي عنده شك ان كهربا اخطا في بداية اللقاء رايح يجر شكل جماهير النادي الاهلي، في حد عنده شك او لو حد بيحترم نفسه او بيدور على الحقيقة عنده شك ان المفروض لو احنا في نظام رياضي عادل لازم شيكابالا يعاقب على مثل هذه التصرفات بتاعت كل مباراة تجمع ما بين الاهلي والزمالك، ها؟ لكن هاني حتحوت ما شافش، هاني حتحوت غرضه بيه نوقف كهربا، طالع اتكلم عن كهربا، بيقول كهربا الفيديوهات اللي طلعت بعد المباراة واحتفالات كهربا مع جمهور نادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بتهتف على مش عارف لاعبي على جمهور على نادي الزمالك وكهربا بيرقص على هذه الهتافات، انت سايب صاحب انت سايب اللي عمل الكارثه في البدايه واللي المره اللي فاتت لما في مباراه السوبر في وسط المباراه اتخانق مع علي معلول ما فتحتش بقك، لما راح على الجمهور وشاور جزمته انت بنفسك هتحط جيت وقلت ان مش عاوز اقول لأ انا هوصف لكم الموقف يمكن يكون بينظف على الشوز بتاعه، هو ده شيكابالا ينظف على الشوز بتاعه. النهارده كهربا جايب هدفين ورا بعض في مباراه سموحه وعامل اثنين اسيست، والنهارده هدف الاول في مباراه نادي الزمالك، عايز تخلص عليه حتحوت؟ عايز تخلص عليه؟ لا يا سيدي، ها هنشوف عايزين توقفوا كهربا كمان لارضاء لمرتضى مش هيتوقف، لكن اقول لك يا كهربا لازم تاخد بالك انت راجع بعد فتره طويله، انت مش حامل ايقاف مباراه ولا اثنين يا كهربا، في فيديوهات بدات تظهر بعد المباراه فيها هاني؟ فيها هاني؟ انت سايب اللي احتك بالجمهور واستفز الجمهور شيكابالا وجاي على واحد علشان هو تنجى علشان ربنا سبحانه وتعالى انصافه، ها علشان الزملكاويه تعبانين، انت ايه يا هاني؟ هل ده حياديه ليها علاقه بالاعلام؟ انت عارف قبل ما قبل كده طلعوا الرابطه وغيره وقال لك احنا مالناش علاقه غير بالتقرير الحكم، وياما جبنا قبل كده فيديوهات لجماهير الزمالك بتشتم وبتكسر وبتاع وخناقه كانت في مباراه، قال لك لا ده حماس يا سيدي، في فيديوهات يا جماعه ده الجمهور لا ده مالناش علاقه ما بناخدش بالفيديوهات الخارجيه لنا علاقه بشريط المباراه او تقرير الحكم، سمعتها مليون مره ولا يا هاني، لكن انت هنا بتحاول تثبت مشكله على كهربا وتقول في فيديوهات بدات تظهر وانت رايح وانت تشتم، بتاكدت انت يا هاني من الفيديوهات دي؟ طب اتاكدت ان في كهربا بيشتم ولا بيرقص والجمهور بيشتم؟ طب اتاكدت؟ ده احنا كان في فيديو طالع لشيكابالا مع جماهير نادي الزمالك بيقول لهم مش سامع وانت طلعت تنصلت من هذا الفيديو يا هاني. يا هاني مش كده يا هاني، ده هزيتكم الشعر بيت هاني حتحوت كان في احتفاليه نادي الزمالك، والكلام ده
على قناة نادي الزمالك بيتغنوا بمهنية هاني حتحوت من قبل المباراة بيوم واحد، قبل المباراة بيوم بيتغنوا بهاني حتحوت. قال لك مرتضى منصور قابله في المؤتمر أو الاحتفالية الخاصة براعي نادي الزمالك وقال له كده، وكان بيداعب هاني حتحوت وبيضحك معاه، يا أخي إحنا طايقينك أو متحملينك بالعافية يا هاني، ويضحك مع هاني حتحوت وهو كان راح يسلم على مرتضى منصور. هكذا تحدثوا عنه على قناة نادي الزمالك. أنت كده أخدت هاني حتحوت صك الأمان بإرضاء مرتضى منصور يعني؟ ها انت فين شيكابالا؟ انت مين اللي المفروض يتحاسب؟ مين اللي بيجر شكل الجمهور؟ ولو ما الجمهور يشتم ويغلط في شيكابالا ترجع تقول لك شيكابالا شهيد اللي مش عارف ايه، والعنصريه ضد شيكابالا والجماهير يا جدعان ما ندي كل واحد حقه يتكلم بما يرضي الله. زي رضا عبد العال مش عاجبه الكلام، رضا عبد العال عايز كله ياخد الكلام لحسابه، كولر فاشل وفريرا فاشل ولاعيبه الاهلي فاشلين والزملكاويه واللي مش عارف ايه. قال يا عم ادي فرصه، محمود ابو الدهب جنبه بيتكلم بيقول له يا كابتن ما هو الزمالك عنده مشاكل والاداره بتتكلم عن اللعيبه قبل المباراه وبيهاجموا اللعيبه بيتكلموا بطريقه غير جيده. هو انت يعني يا محمود تقدر تقول كده عن اداره النادي الاهلي؟ شو معنى بتقول كده عن اداره نادي الزمالك؟ اداره جماهيريه النادي، انت سمعت حد من اداره ايه؟ رضا بعال هي فتوانه؟ ده انت كان ناقص تقوم تضرب محمود، ده انت ناقص تاخد القعده لحسابك يعني، حدش يتكلم غير انا اللي اقول اللي ما بالعقل. واحدة واحدة يا حبيبي، واحدة واحدة يا خفيف. هل أنت شفت حد من إدارة النادي الأهلي أنت طالع عمال تقول أه الأهلي هو اللي بيختار، محدش كان بيختار واللي يعمل وبيختار اللعيبة أنت عارف تعرف منين؟ أنت عندك نادي الزمالك كله على عينك يا تاجر، رئيس نادي الزمالك بيطلع بالليل يقول كل اللي عنده، ها وشفته وأنت سمعته وهو بيهاجم اللعيبة واللعيبة شاربة حشيش ونسوان وكلام من ده كله. على دي اداره المفروض كلنا عندنا حاجات اهي ومصر كلها عارفه يجب ان تنتقد هذه الاداره على هذه التصرفات. لكن لما محمود ده بيقول كده ما ينفعش ان اداره تقول له لا تقدر تقول كده على اداره النادي الاهلي. طب هي اداره النادي الاهلي عندها حاجه او حد يتكلم في حاجه علشان نقدر نمسك عليه حاجه يا رضا يعني؟ لكن انت رضا مرتضى منصور رنك هنسحب اسم الحديقه بتاعتك، وطلعت قبل كده مع مهيب النادي الاهلي كرمني عمل لي حديقه باسم، لكن ما فيش حد في نادي الزمالك الاهلي عمل لي حاجه، ها اهو قال لك لو طلعت ما هسحب منك الحديقه. ايه بقى كله عايز زي بالظبط الاخ ايمن يونس اللي كان في الاستوديو التحليلي، كلمته وقلت ان هو بيقول فريرا هو اللي اعطى المباراه لكولر وكولر مش ذكي، اصل فريرا مش لسه هنقيمه مدرب كبير. طب حافظ عليه بقى، لما فريرا مدرب كبير وكولر اللي لسه جاي معلم عليه مرتين، ده كولر واخد السوبر من فريرا، ده كولر كسبان الزمالك اهو 3-0 3-0، وانت بتقول امال يعني لما ده مش كبير ولا ذكاء منه، والراجل اللي بيخسر وياخد على دماغه على طول من كولر اللي هو فيريرا بتقول ان هو مدرب فوق التقييم. طب لما فوق التقييم يعني حافظوا عليه بقى، يا ريتك تقدر تخلي مرتضى يحافظ عليه. بمناسبه مرتضى وفيريرا انا مش عارف كل الناس بيتقلل من اللي زي بالظبط واحد صد ضربه جزاء لو هو من فرقتك تقول الله، لو هو لو انت اللي ضيعت يقول لك انت ايه يعني ده جت معاه بالصدفه، ده التاني اللي ما لعبهاش صح. ايه يا جماعه ما تتكلموا بما يرضي، قول الحق يعني قول الحق. مرتضى منصور تراجع عن الاجتماع، كان بيقول بعد المباراه اجتماع الساعه 11 مساء امس يعني علشان يتخذ القرار فيما يخص جيزفالدو فيريرا المدير الفني نادي الزمالك يعني، لكن اجل الاجتماع لتاني يوم. والقناة شطبت بدري بدري، القناة اللي كانت بتقفل الساعة 2 و3 بالليل ومرتضى يطلع ياخد الوصلة بتاعته، مرتضى منصور ما طلعش الليلة دي والقناة لمت ورقها بدري بدري، ما تكلموش أساسا تلات أرباع ساعة مع بعض لأن الجمهور مش طايقهم. هتطلع انت ده المباراة هم خلاص الاستوديو التحليلي من هنا تقريبا بعد الساعة 11 هوب زعوا ميني ماتش مش عارف مش عارف ايه، وبعد كده رجعوا بكريم ابو حسين مفيش كلمتين وراحوا لمين ورقهم، ومرتضى منصور يبدا يقول اقفل يا ابني اقفل يا ابني الدكان النهارده بدري يعني ما عندناش حاجه نقولها، وهتتكلموا وهتحرقوا وانا مش هطلع اتكلم والجمهور مش كل ما لو اتكلمنا الجمهور هو هيتعبنا يعني، فلموا ورقهم. كان نفسنا النهارده يبقى فوق يا خطيب، بس النهارده مفيش حاجه تتقال يعني، اداء سيء ومن نادي الزمالك وكهربا مكهرب الدنيا. لكن بحيي ذكاء امير مرتضى منصور، ذكي حاول يمتص. عم فكرني بجمال عبد الناصر في خطاب التنحي، اتحمل وحدي المسؤوليه في هذه الظروف الصعبه واعلن تنحي عن. فهو امير مرتضى منصور، وبعدين رجعوا الجمهور يرجعوا الشعب يرجع جمال عبد، فهو هنا مرتضى منصور متصور ان الجمهور هيرجع الاخ امير مرتضى منصور، لكن امير قدم استقالته، هي حركه ذكيه
حركة ذكية بصراحة يعني. الجمهور طب أنا مش عايز يا عم، أنا أقدم استقالتي. بس هو بيقدمها لمين؟ بيقدمها لأبوه اللي بكل تأكيد هيرفض هذه الاستقالة وهيتمسك بأمير. فهي حركة يعني، تعرف لو واحد تاني غير أبوه ممكن نقول أه اللي هيتمسك بيه هيتمسك بيه عشان كفاءته، عشان هو قافل على الفريق ونجاحات الزمالك وي 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 وإنجازات أمير، لكن هتترفض لأن اللي ماسك وبرضه ربما برضه حركة إن إن أمير مرتضى منصور بيعاند أبوه. أبوه كان عايز يطير فيريرا فهو قدم باستقالته، لو مشيت فيريرا فأنا همشي. فربما دي من وجهة نظري إن فيريرا يبقى في نادي الزمالك، فيريرا يبقى في نادي الزمالك بعد تقديم أمير مرتضى منصور لاستقالته كشرط لأمير، أو شرط تنفيذ رغبة أمير في بقائه في نادي الزمالك مرهون ببقاء فيريرا. هنشوف ربما الاثنين يبقوا مع بعض. ان شايف وجهة نظري امير متمسك بفيريرا، لو فيريرا مشي ها يبقى امير هيكمل اه، لكن زي ما بقول لحضراتكم عايز يوصل الناس ويزنق، ربما برضه عايز يزنق مرتضى. انا موجود مع الراجل ده، الراجل ده يمشي مش هيمشي، انت ليك رغبه يمشي، انا ليا مزاج ان هو يقعد. فربما امير هو اللي يمشي كلمته على رئيس النادي يعني. من ضمن الحاجات الكوميديه برضه اللي بتشوفها على قناه نادي الزمالك لما يطلع مصطفى جويلي يطلع يقول لك الزمالك ما خسرش، اللي خسر النهارده فيريرا، الاهلي ما كسبش، لا اللي خسر النهارده فيريرا، فيريرا هو اللي خسر، لا الزمالك خسر ولا لعيبه نادي الزمالك. مش قادر افهمها دي، يعني ايه فيريرا خسر؟ يعني الثلاث نقاط ناخدهم من الزمالك، نخصم الثلاث، او يعني رصيده كام بقى فيريرا عشان نخصم ناخد منه الثلاث نقاط؟ ولا يتعملوا ازاي؟ يعني انتوا رصيدكم كسبتوا ولا تعادلتوا ولا ترتيبكوا في الدوري هيبقى شكله ايه يعني؟ النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي محمد عبد المنعم هيكون في تدريبات النادي الاهلي يوم الاحد المقبل، جاهز ان شاء الله يشارك في التدريبات الجماعيه. عمرو السوليه وياسر ابراهيم وبرونو سابيو كل اللعيبه هتكون جاهزه ان شاء الله خلال 3 ايام. طبعا النادي الاهلي عنده مباراه يوم الثلاث مع نادي البنك الاهلي، وبعد كده عنده مباراه مع حرس الحدود هتتاجل، ثم هيسافر للمغرب يوم 29 علشان اول مباراه في كاس العالم للانديه امام اوكلاند سيتي يوم 1 من فبراير المقبل. الزمالك طبعا عنده مباراة مهمة يوم الثلاثاء الساعة 5 مساء مع فيوتشر، وبعد كده عنده مباراة يوم 29. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن رب العالمين. نادي غزل المحلة المباراة القادمة مع غزل المحلة اسف يوم 29 هي مباراته مع فيوتشر. غزل المحلة والزمالك يوم الثلاثاء القادم الساعة 5 مساء، النادي الاهلي يلعب في نفس اليوم بس الساعة 7 مساء. غزل المحله زي ما يقول استغل فوز النادي الاهلي بالثلاثيه وقال لك نعلم ان الوقت غير مناسب، ده الصفحه الرئيسيه او الرسميه لنادي غزل المحله نشره صوره من فوز غزل المحله على الزمالك 3-0، وقال لك نعلم ان الوقت غير مناسب لكن نذكركم ان لدينا موعد يوم الثلاثاء. فده بيعتبروه بشره خير ان الزمالك ممكن يخسر من نادي غزل المحله. عضوه بنادي الزمالك اتكلمت وقالت قاعده في النادي مستنيه يا ابني يخلص التمرين. شوف موقف غريب من مرتضى ما بتحكيه هي هذه العضوه يعني. قالك قاعده في النادي مستنيه ابني يخلص تمرين، عدى المستشار مرتضى منصور ووقف قدامنا وبص للراجل اللي على الترابيزه اللي جنبي وقال له بشخط بيشخط في الراجل عضوه انت زعلان من حاجه؟ قال لك الراجل اتعدل في قعدته وقال له انا يا فندم؟ لا خالص لا خالص. رد مرتضى منصور وقال له لو زعلان اقعد في بيتكم ما تجيش هنا. وبعدين سألوا انت متجوز من امتى؟ السيده بتقول مراته الراجل كانت قاعده جنبه وباين عليها انها متضايقه من اسلوب كلام مرتضى منصور مع زوجها يعني. فالراجل قال بقالي 13 سنه يا فندم. فبص له مستشار بقرف وقال له علشان كده ومشي عادي، وقال لك راح يسجل في القناه على الترابيزه الثانيه. انت بتتعامل مع الناس ليه كده مرتضى منصور؟ بتتعامل مع الاعضاء ازاي كده يعني؟ مراسل قنوات اون تايم كان بيعمل حوار مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، فالكابتن سيد عبد الحفيظ حواراته اللي تخلو من الدعابه يعني. فالمراسل بيقول الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد ما خلص معاه اللقاء خلينا نعمل لقاءات بقى مع 5 لعيبه، عايزين 5 لعيبه يعملوا معانا مداخله. فالكابتن سيد عبد الحفيظ قال له لا هم 3 بس يعني. رمز لال3 اهداف اللي سجلهم النادي الاهلي بالزمالك، بدري بنون اعلن او نشر هدف محمد شريف الثالث في مرمى محمد عواد وقال هداف اخويا محمد شريف. بدر بنون زي ما شاير هدف كهربا في مباراه سموحه
وقال اخويا الفولت العلي بدر بنون بيرسل تهانيه وتحياته لاعبي النادي الاهلي بعد فوز على نادي الزمالك في النهايه. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك.